بسم الله الرحمن الرحيم إن الوضع الصحي لسماحة الأستاذ حسن مشامع ولبقية الرموز المعتقلين في في سجون النظام ينذر بالخطر وهؤلاء الرموز لهم حق خاص علينا في ذمتنا وفي ذمة كل جماهير الثورة فهم الذين غرسوا مفاهيم العزة ومفاهيم الكبرياء ومفاهيم الإباء ومفاهيم الثورة على الظلم لذلك نحن كما انهم لم ينسونا في كل مفاصل هذه الثوره فنحن ايضا مدعوون ان لا ننساهم ونقف معهم وننصرهم